قالت مصادر في الامم المتحده ان عدد قتل الهجوم على مقر البعثه بمدينه مزار الشريف شمال افغانستان قد يرتفع الى 20 قتيلا. الامين العام للامم المتحده بان كيمون الموجود في نيروبي دان الهجوم بشده. This was an هذا هجوم فاضح وجبان ضد طاقم الأمم المتحدة لا يمكن تبرير تحت أي ظرف من الظروف ما حدث ويدينه بأقصى عبارات الشدة يقول بانكيمون